مرحبا بكم مشاهدينا وأوفياء برنامج كل الجزائريين ما وراء الجدران. نقول لكم أن اليوم حيكون عدد خاص ومميز خصصناه لمتابعة العديد من القضايا اللي عالجناهم وناقشناهم في برنامجنا، حيث أن ثقتكم مشاهدينا رأس مال لا ينفد، ولأننا دائما نسعى ونجتهد لنتحرى الحقيقة. راح نستقبله معنا في الجزء الأول السيد كيزاني الذي تمكن أو بالأحرى اتهم بطرد الطفلة أنفال البريئة والمريضة من مقاعد الدراسة. اليوم شعارنا أكيد هو لا ضرر ولا ضرار، رح نستقبله مع بعض هذا الشخص اللي نقول يملك قوة خارقة لطرد هذه الطفلة. رح أكيد نناقش القضية بعد ما نرحب بالأستاذ عبد الحفيظ كورتيل. أهلا بك أستاذ، ونرحب بالشيخ شمس الدين الجزائري. أهلا بك شيخ. إذا مشاهدينا، السيد كيزاني لقضية أنفال أحدثت ضجة إعلامية كبيرة، ومن هذا المنبر حبيت نشكر كل الجزائريين اللي تضامنوا مع هذه الطفلة أنفال وتمنوا لها أنها تعود لمقاعد الدراسة. بقاو معنا في الختام كذلك، حتكون نقول لكم بشرى إن شاء الله الأنفال. لكن قبل هذا نرحب بسيد قاسي رئيس جمعية آنيت. مرحبا بك سيدي. ونرحب بسيد كيزاني الممثل جمعية آنيت في حجوط. نروحوا نشوفوا هذا التقرير اللي أعدته إيمان جوادي. علاش كي حزينة أنت؟ علاش كي حزينة؟ علاش كي زعفانة؟ وعلاش أنت قولي لنا وعلاش؟ علاش؟ ما خلاوكش تقراي؟ كانت غايبة مدة 28 يوم، هكذا 25 يوم. المهم عندها المبرر تاعها على كانت غايبة، ليزوردونونس. عيطت لهذا مسؤول الجمعية، قال لي بنتك جبتها روطار ومن هنا وراهي مرفوضه. لا يا اخي، انتم وظيفتكم تدافعوا على الطفل الطريزومي، هذا هو اصل وجود جمعيه فلانيه. يقدر يكون عنده جانب من الحقيقه، يقدر يكون مثلا محق ان الزوجه تاعك ولا انت اللي خديت البنت تاعك مثلا. يا ونفس الحكايه، كيما منعته حبيبه باش يعوم في لافيسين، منعته انفال باش تقرا في المدرسه، وما تجيش تسالنا راسنا في القوانين، حنا حافظين القوانين هذه. يعني قانون يطبق على انفال مكروبين ولا اش بيكم هبلتوا؟ الكل يعلم بان هؤلاء الاطفال في الجزائر ما عندهمش حقوق. يعني هي نعم، واش فيها لو كان زيد كرسي زيادة 13 وتقرا في القسم؟ سبحان الله، حبوا يقنعونا بمنطق جاهلوا ولادكم، ما عندناش كراسة زيادة، الشعب كاع مع أنفال، اقعد أنت وحدك دور يا حجر. ماذا بيا أنفال ترجع؟ إن شاء الله يا ربي، احنا كنا رسفوك مستحيل نخليوكم إن شاء الله. إذا سيد كيزاني شفنا هذه المقاطع عاودنا تذكرناها مع بعض والمشاهدين كذلك. سؤال، كيفاش قدرت تطرد هذه الطفلة أنفال من مقاعد الدراسة؟ ما خليتهاش تقرا؟ ونعاود نطرح لك نفس السؤال، ما قدرتش يعني تزيد كرسي 13 وتقرا أنفال في القسم؟ هذه البنت حنايا ما طردناهاش. واش راه مشكل العام اللي فات في الآخر؟ شو هو المشكل؟ قال لك العام الجاي تدرس منها خير ما نردوهاش. كانت تقرا ديجا في كانت تقرا العام اللي فات. كي دخلنا في 4 سبتمبر دخلوا الاطفال المدرسه هي ما جابهاش. الشيخه عيطت له ما جابهاش، خاطر هو قال بلي كانت مريضه وعنده شهاده طبيه. فهمت، عيطت له، عيطت للشيخه قالت له ولدي الطفله تاعك ما جبتوش بها. قال لها صبح خير، راني في مضرب واحد اخر. فهمت، قالت له الطفله راهي مليحه، قال لها لا باس عليها خلاص. ومن بعد شهر وربع ايام جابها دخلها، جابها قبل 8 ولا دخلها القسم، قبل القسم دخلها القسم، من القسم عنده 12. عندك حنا كيما كاين لاباس تفد 10 اللي تدي 10، وحنايا تنشفنا بزاف التلاميذ. شكون دار هذا القانون؟ اسمح لي سي التيزاني، شكون سن هذا القانون؟ قانون تاع الجمعيه الوطنيه، لازم تعمل به الزوالي. اسمح لي شكون هذاك؟ 12 قلت لك 12 سينو تولي كاردوري، ولا كان باش يجيبوا ولادهم نعاسوهم العشيه ديالهم شوف راه حنا نقريو، حنا كاين قانون يقدر. انتم عندكم قانون ولا ما عندكمش؟ اكيد يا اكيد. ولكن اسمح لي، لي نورم انترناسيونال في الكراسي فقط، حتى المستوى تاع الناس اللي يقريو في المدرسه هذه لازم يكونوا انورم انترناسيونال ايضا، يعني يكون مستوى
عالمي ولا دولي، يعني ماشي غير مستوى عالمي في الكراسه، احنا في الجمعيه حتى في الامكانيات، امكانيات لازم يكون مستوى دولي، حتى في في نوعيه البنايه مستوى دولي، في طريقه التدريس مستوى دولي. استاذ لكن سمحت، الله يجازيك تفضل. لو كان هو قبل انفال والقسم ولا فيه 13 واش يصار؟ انا ما تجيبوش، قلت لك تولي كاردري، تولي رانا كارديو. اذا الحل الوحيد اننا نحافظوا على القانون ونطاجوا انفال. نحافظوا على القانون ونطاجوا انفال. هذا درك لو كان هذا لوكار، هذا لو كان جا بحال الاول بعث لي سيرتيفيكات ميديكو تاعو داخل طبيب سيد قاسم. هذا اسمحي لي، هذا اداه بنته، اداها من القسم، اداها هو، اداها باش تقرا فيها اخرى. نكملوا معاه. وسيرتيفيكات ميديكو؟ نعم. لي سيرتيفيكات ما جابهمش. صح، خلينا سيرتيفيكات ميديكو. انتوما كي تغيب طفله مريضه ما تقفلوش عليها شهر. مشي شهر، احنا في كاس شطوم، في كاس شطوم سقسينا ليها سمعنا التليفون، سمعنا الاولى عيطنا لها كي صاف ما كان والو، صاب لي عندنا خير عاود ردها. فهمتي؟ حنا لو كان ضرب له وجبنا سيتي فيها ميديكال ولا اخر ما كانش مشكل، راه سي با عوضتو المكان تاعها، راه بلاصيتوها بالضبط. كاين الناس اللي يستناو، كاين الناس اللي يستناو، كاين بزاف وكونتريغ. وعلاش طلعنا ال 12 كيما قالت؟ باسكو الناس راهم يستناو، كاين بزاف اللي راه في لانيزاتور. ايمان تسمح لي، انا حبيت نفهم حاجه، قلتوا الجمعيه العامه اللي عقدتوها والقانون يقول 10 تلاميذ في قسم، انتم رحتوا معليش قلتوا نزيدوا 12، خرقتوا القانون. بصح في انسان ما تقدروش، يعني لو كان تقدروش كاينه تولي كتولي ولي مادام كاين مادام كاين ناس يتسنى، علاه ما داتوش قسم ثاني لهذ الناس باش يقراو؟ كان اكثر من قطرين القسم، هذا ماشي سهل باش تجيب قسم. انتما ماكمش هيئه رسميه تابعه لوزاره التربيه، عندكم عقوبات اذا ما خالفتوا القانون. انتما عمل تطوعي؟ نعم العمل تاعكم تطوعي. تطوعي لا باش نوصل الناس هذا القوانين اللي لازم. لا لكن كثير من الناس يغلطوا ويظنوا بانكم ربما تحت وسائط وزاره التربيه او وزاره اخرى، يقول لك هذا الناس يطبقوا في القانون. انتم تديروا في عمل تطوعي يا سيدي. انتم الان انا نشوف باللي انتم اكثر الناس احتراما للقانون في الجزائر، يعني نشوف باللي ما كان حتى هيئه في الجزائر تحترم القانون كما انتم. كيفاش القانون يطبق فقط في حاجه واحده معينه؟ يعني سالكم الشيخ سؤال، قال لكم واش يعني لو كان هذه البنت المريضه، هذا الطفل المريض اللي انتم ما دخلتوهش، هل سالتوا على مصيره من بعد؟ وين راح هذا الطفل؟ ماهوش عندكم وماهوش في مدرسه اخرى، واش مصيره؟ واش هذا الجمعيه، واش الهدف من هذه الجمعيه اصلا اذا فيه اطفال؟ المصير كان هذه نورمالمون لا كيستيون تبوز الاولياء. الولي ما يعرفش، الولي اللي داها، الولي ما يعرفش مصلحه، ما يعرفش الابن تاعو. الولي اللي داها بنته شهر ما داش، هذاك اللي لازم يخمم على بنته. اسمح لي سيد قاسي، ولا كيزاني من فضلك جاوبني، بعد مرور انسان معنا في الحصه واش درتوا؟ كيف واش درتوا؟ اسكو سعيتوا باش تصحوا ربما؟ انا قصدي الكلمه هذه اللي قلتوا زيد كرسي زياده، صافي دير قهوه ولا شكون اخر. علاش ما تزيدش؟ لماذا؟ ما نجموش نزيدوا، قلت لك هذا هو القانون، القانون يقول بالنسبه ل 12. الله يجازيك، ما غلطتش طفله ما راهيش تقرا، طفله غاطري كونتري. كلمه كي قلنا لكم زيدوا كرسي زياده، طفله غاطري، طفله أنا ما تغيش طفلة. كلمة كاينتو زيدو كوسي زيادة غلطك. شيخ مع أن هذه كلمة طبيعية يقولها أي إنسان. لا لا بتقل. ما هي مثل الكرامة تاعكم، ما هي والو. لا لا في مسألة قانون ما تقلش. صح اسمح لي. ما نقولوش زيد كرسي زيادة. سيد قاسي. ما نقولوش. إذا قلنا واش صانع أستاذي في القانون؟ إذا قلنا لهم زيدوا كرسي، إذا قلنا زيدوا كرسي راح يكون إصرار باش ما تعاودش ترجع. هذا ما كان. يعني هذه حيلة باش ما توليش تقارن. سؤال من طرحه ربما الشيخ ولا أستاذ، اسمح لي سيد قاسي، القانون شكون داروا؟ دارتوا الجمعية أستاذ؟ طبعا هو قانون داخلي. لا لا هو قانون داخلي تاع الجمعية. مصادق عليه. يعمل في إطار الجمعية. نعسوهم وخلاص، ما كانوش، ما كانوش وخلاص. يكراش نديروا، نديروا 25. أنا أستاذ حبيت نتحي للأساتذة اليوم عندهم 40 50 في القسم الواحد وما قالوش كاردوري، وهم يعلموا في ولاد الشعب الجزائري. خاصة اللي طلبنا منكم كوسي زيادة بنك زعما حتولي كاردوري، ما كاش هذا كلام غير صحيح. ومن حق أنفال أن تقرأ، والأستاذة راني متأكد لو كان جبت لها أنفال كانت ترحب بها. ولنفترض، اسمح لي، لنفترض أن باباها ما أداش واجبه وما جاب لكم سيرتيفيكا ميديكال، ما دام انتم جمعيه صاهره والقانون تحت صهر على الطفل الطريزومي،
انتوما اللي تحوسوا عليها وانتوما اللي تجروا عليها وانتوما اللي تشرعوا باباها كيما يجيبها استقرار. حتى في وزاره التربيه كاين التفويض حتى في حالات خارج القانون ديروغاسيون تاع تاع كل شيء وزاره التربيه. ما تجيبش ديروغاسيون تاع وزاره التربيه. لا انا عطيتك مثال سيدي زونفون نورمال. لا عطيتك مثال يعني كاين حالات استثنائيه. حالات استثنائيه يا سيدي احنا ما راش نحكيو بين بعضنا الان. كاين مئات الالاف تاع الاشخاص يتابعونا. راك تظن بلي كاين واحد جزائري يعطيك الحق في قضيه كما هذه؟ ابدا مستحيل. راح تظن بلي كاين واحد من المشاهدين لما تحكي له انت بانك تطبق القانون راه يضحك الان. راه يقول كيفاش يضحك الان؟ لماذا تطبق القانون؟ اذا طبق القانون في امور في امور اخرى اللي عندها علاقه بمصلحه هذا الطفل. انا معاك. كيف لك وين كانت تقرا؟ وين كانت تقرا؟ جمعيه النشاطات والطفوله والشباب والإبداع. والإبداع هذه يعني جمعية ماشي منطقة مدرسة. كانت تسمى كانت تسمى جمعية. اسمح لي سيد كيزاني سؤال. جاوبني ربي ربي يعطيك ما تمنى إن شاء الله. أنتم أولادكم من نفس الفئة؟ أولادكم يقراوا؟ انت مدرسين. لو كان واحد من ولادكم عاملوهم كما عاملوا امثال كيفاش يكون رد الفعل نتاعكم؟ لا لا فوت لا لا اسمح لي خلينا من الاب. الاب قال لك الشيخ لو كانوا غلط انتم تشرعوا. لو كان انتم واحد من ولادكم ما عندناش قانون يشرعنا عليا. واش يشرعوا علاش؟ بعدين يقول لك بلي كانت مريضه. ما كانتش مريضه. علاش يقول لك بلي كانت مريضه؟ علاش ما كانتش مريضه؟ لا لا ما كانتش مريضه كانت تقرا. ساعتها قضيه ماشي قضيه ماشي قضيه خاطر وعليها خاطر خاطر انا ذيك الكلمه هذيك ضرني ضريت انايا. وشنو الكلمه اللي ضرت؟ بلي 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 كانت صافي كذب عليا انايا بلي انا حاولتها ما حاولتهاش انايا. الشهادات المرضيه هذه اللي احنا تلقينا نسخ منها كيفاش سلمت على سبيل المحاباه مثلا؟ جيبها لنا لينا اللي متخذيها في جيبو هو هو سبيساليزي لا في كانت صح. جبت لها ذاك الميدان. شنو قال لها؟ جبت لها ذاك الميدان. اتصل بالجمعيه؟ ما جبتش لها ذاك الميدان ما جابوش. معليش حيكون معنا باباك ان شاء الله ونشوفوا ردوا. سؤال واحد اخر تدخل تقرا انسان ولا ما تدخلش؟ هذا ما يدريش انا. انت لا انا عندي قوانين ما نقدرش نباعها. شوف شوف لا لا مش نعاود نحاول. لو كان عندي 13 كاين يوم راهم يستناو كاين ثلاثه راهم يستناو من الله. كنت دخل كنت جينا دوك ثلاثه نقول لهم ونديروا 13 14 15 كنا نزيدوا كاينين حاجه مليحه ثلاثه اللي يستناو ماهمش يقراوا. اصلا لا غالب احنا لا 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 حنايا كيما دوكا في القليعه بالك هذو هي من حقوق فرص القليعه. اسمح لي سيد كيزاني بمعنى كي لحقنا الوقت صح انت ترمي المنشفه وتحمل المسؤوليه رئيس المجلس. انا نقول انا معاه انا ديجا ديجا اسمح لي باش نحتا نطلب سماح من المشاهدين اذا رانا متاثرين شويه وحنا نناقشوا صح القضيه هذه كل واحد فينا كل واحد فينا تقدر تسال ولاده. القضيه دوك لازم الانسان يهضر كما قال لك دوكا اللي ولي ولا الصح. هكذا وعلى خويش كنا في الكذب كنا شويه خارجين انا على بالي من البدايه وحنا لا لا كنا لا لا سالت كي تقول لي نولوا للصح ما نوليو نقولوا لنا من نوليو على البروبليم تاع الطفله. تفضل نوليو على البروبليم تاع الطفله باش ما تقعدناش برا سي تو طافي نورمال. الحمد لله هذا قد تهضر المفيد. ايه عندنا شوف هذا قانون تقرا هي سي سون دروا هذه لوكا تاع الطفله كاين واقيلا اربع دراري ولا ثلاثه دوك نديروا طلب باش يعطونا قسط الوزارة التربية تدخل تقرا كيما هي. هو علاش ما درتوش الطلب من قبل حتى تروح للإعلام وحتى تروح ما فهمتيش؟ نعم كانت تقرا لاباس عليها الطفلة. أنتم حوستوها؟ باباها اللي حوستها مش احنا. هي داها ما حوستناهاش ما تعرفوا باللي باباها اللي داها. واش عليها؟ اللي بتاعها لازم نلقاو الحل. اسمح لي اسمح لي نلقاو الحل. لا بتاعها داها ولكن عاود رجع قرر يرجعها بعد شهر بعد شهر ما بقاوش دائما نشدوا في باباها داها. الآن رانا امام حاله لازم نتعلموا نكونوا واقعيين. صحيتي خلاص ما تجيبليش حجه القوانين اني نعاود في الهضره ما تعاودش تجيب لي حجه القوانين. لا 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 هضر بالحق حتى انت حتى الان اذا انت قبلت انا نقول لك انت واش قررت في الاخير انك تدوس على القوانين؟ انت جمعيه عمل تطوعي انت ما عندك حتى واحد يحاسبك واكثر لا اكثر شيء من هذا. انا نتخيل انا نتخيل بان كل اعضاء الجمعيه او بعض اعضاء الجمعيه واغلبيه اعضاء الجمعيه ولا المسؤولين تاع الولايات كلهم عندهم ابناء مرضى تريزومي. اذا راح يكونوا متفاهمين. اذا ما تفهمتوش بعضكم كيفاش تحوسوا الدوله تفهمكم؟ لما تقول انت ما نقدروش يعني ماكش راح تقدر تقنع تقول بانه 13 واحد ما يتلقاوش الدروس كما 12. اذا انت راك تتهم وزاره التربيه بانها تقرر 55 واحد و40 واحد كانها ما تقريش حتى واحد لانها في ظروف ليست
هذا كيقولوا كيكونوا دي زونفون اوردينار سي توتا في نورمال يجبوا طلعوا اللي باقي لك العدد كيما يحبوا. راني متفاجئ كيف راني نسمع باللي لو كان نزيدوا طفله في قسم تاع 12 ويقولوا 13 راح تولي كاردوري ويقولوا ما يقدروش يقراوا. هذا يعني احنا حبينا ننصحوكم. راني تخيل شغل مدرسه اشبال الثوره هذه على بالك شغل ليكول دي كادي يعني نظام صارم العدد صارم كل شيء يعني تمنيت حتى لو كان هذا النظام يكون في المدارس تاع وزاره التربيه. وعلى ما كانش كان نظام في المدارس التربيه كان ولا كان للمشاهد هو اللي يحكم الان. لا لا ولا لا لازم كاع يخدموا بالقوانين. اولا شفنا احنا انفال الحمد لله طفله قليل اللي بالك ينتبه لها كاع بلي طيصومي ما عندها. لو كان قبلتوها عندكم في القسم ومن بعد فتحتوا قسم جديد بهدوء بلا ما تكون مشكله ولا قضيه ولا تصل الى الاعلام. سيد تيزاني كي كانت تقرا كيفاش كانت يعني سلوكاتها وكذا انفال؟ انا سلوكاتها ماشي انا المعلم تاعها ولا يعني كانت بيان في القسم. ما لاباليش انا رئيس الجمعيه ما خاطر ما تدخلش الداخل. عندكم هذا امر خطير. انا في اعتقادي ما على باليش هاد كلمه ما على باليش راهي تبين باللي ما كانش متابعه ما كانش اللي عاد هاد الدراري. وانا قرينا ماشي المستتح انايا رئيس الجمعيه انايا. ما تراقبوش كاين راقب انا كاينين اللي يراقبوا كاين عندهم من الاخر فهمتي هما حنا اللي نراقبوا ماشي اللي يراقب ما تخش ماشي انا ماشي فاشي انا لازم في لوجيك في البريزيدون هذا كيراقب خلونا يجوز شو انا انسبكتور عاوجوز. طبعا هذا المسؤول البيداغوجي ما قالكش ان رابور على طفل انفال الرابور احنا سمعنا من عندهم يا فاي الرابور هي مسؤولية على الرئيس تاع على السلوك تاعها تقول على السلوك تاعها الميغيت يعني باش تكون متمدرسة مرة أخرى في القسم المدرسة ماشي نمشي نمشي يا شيخ تاعها ما عرفتش انا بايك كلير لونفون قلنا فاتروبي سوليسيون الطفلة. إذا يا أستاذ يعني كما قال أستاذ أنتم أشد الناس تمسكا بالقانون. هذا قانون توما درتوه ما هو قانون مع القرآن الكريم ولا قانون صادق عليه البرلمان. جينا احنا درنا لازم 12 في القسم ومن بعد يضربوا الناس ريصانهم. الحاجه ما فيهاش قانون ما تنجحش. الحاجه ما فيهاش يوم ما ناس نقول لكم الغيوا القانون. لو كان ما تبعوش القانون لو كان ولكن روحنا يعني تكون ليونا باش تجي تقول لي انت معايير دوليه 12 فوق 12 ما نزيدش لان هذاك 13 راح يخسر كلش. هذه ما تقدر تقنع بها ولا انسان. انتم درتوا عمل تطوعي تاع سنوات ضيعتوه ربما ولا شوهتوا صورة العمل التطوعي اللي درتوه في قضية طفلة واحدة. يعني اللي رفضتوا انها تتمدرس بحجة نقص الكراسي ولا بحجة ما عندهاش مكان ولا بحجة كاين أطفال آخرين. خليني نقول لك أستاذ للأسف الشديد بعد تفجير قضية أنفال كم الهائل من الأطفال مساكن المرض اللي جاونا وتعرضوا نفس ممارسات تربية عالم بهم. مشاهدينا احنا بعد الفاصل نستقبلوا والد أنفال وبعدها نواصلوا هذه القضية. إذا مشاهدينا كما قلنا نستقبلوا معنا والد طفلة أنفال سيد العيد مرحبا بك للمرة الثانية معنا في برنامج ما وراء الجدران. سيد العيد بعد النقاش اللي تم منذ قليل يعني سيد كيزاني وسيد قاسي يحملانك المسؤولية ويقولوا أنه أنت سبب في طرد هذه الطفلة لأنك بسبب أو بآخر ما مديت لهم شهادات المرضية شهادات طبية تاع طفلة أنفال. صح أنا رحت ليهم صباح حطيت طفلة جيت العشية قال لي مرفوضة. الطفله كانت مريضه هضر مع لي زوردونونس ما تهضرش معايا الطبيب محلف زوج طباء سيد العيد حنا شوف حنا كنا تسمحي لي كنا عايشين شغل فاميليا وعلى بالو ماشي نجيب حاجه ما يقول ليش ندير كاش حاجه ما يقول ليش مي نجيب كي نجيب بنتي تقول لي الاخر وخلاص. شوف حنا الهدف تاعنا هو نبيل قلنا اسك كاين جديد بعد مرورك هنا في الحمد لله ولا غير عيطوا لي لاداس غدوه من ذاك 8:30 تاع الصباح راح يكريو ان كلاس ان شاء الله فيها خمسة واقل يعني والحمد لله من بينهم انفال. المهم يعني الحمد لله بعد مروركم في البرنامج الحمد لله كثر خير ربي الحمد لله يا ربي كثر خير. اسمح لي وعلاش كتبقى هذاك سؤال برك تفضل وعلاش ما بعثش السيرتيفيكا ميديكال كي ديتها للطبيب؟ يقول لك حنا عايشين لا لا اسمح لي ما تقوليش شغل فاميليا عندي لا 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 انا اهضر مع السيرتيفيكا لا 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 اسمح لي وجبني برك تفضل. وعلاش ما جبتش السيرتيفيكا ميديكال القسم؟ شنو قلت لهم كانت مريضه؟ شنو قلت لهم؟ وعلا خلاو لي وسمو عيط لك الشيخ على شحال الحال؟ اسمع شوف عيط لك ما عيطلكش قالت لك راه يطلق لا عيطت لي قالت لك قلت لك قلت لها قلت بلي عيطت لي وقلت لها بلي راه في جهه واحده اخرى قلت لها جهه واحده اخرى قلت لهم قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها وين كنت؟ الحال قلت شوف قلت شوف شوف يقول لك وين كنت؟ قلت لها خلي يا ولد ماشي نقري فيها هذه جمعيه نشاطات والطفوله والشباب والابداع في مارس
نديكني ها كانت زوج سوايع كانت هما وكانت انت جبتها لنا جبتها لنا ولكن هذه جمعية كانت مريضة قلت لي ستك ميديكون بالك تقرا نهار كامل جبت لي ستك ميديكون عيط لك التليفون جبت لي ستك ميديكون قلت لي حبست الطفلة جبت لي ستك ميديكون في الاول لا لا في سيستم 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 انا اقول لك جبتهم قلت لي قانون شنو اقول لك لا لا خلاص 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 لا لا ماشي ضرب الاول في دخول دايرين ليكون جبت ستك ميديكون خلاص امل وانت قلت تعال قاعد 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 يوم قاعد يوم قاعد 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 24 يوم وجابها في النهاية جبتها ليه جبتها شوف يا واحنا محل القانون شو يقول ابسونس دي سيمين كونستيتيف نون جيستيفين لا فايتيكس وين هذا شنو القانون هذا بعد الابلاغ ثلاثة اختراق بعد ما تقول عيطوا لك في التليفون قلت لهم عيطوا خطرة وكاين تيجي استاذ القانون يقول يبلغوا له ثلاثة اختراق قالوا لك ما يكونش الشركه بالغول واحد كيكون خدام كيكون خدام في الشركه بالغول لا لا القانون تبع القانون يقول بالغول ثلاث مرات بدي كل قرار مكتوب باللي مطروده ولا موقفه دراسه لا كيف يا اخي انت ما تحبش لا ما تقلش في القانون تاعكم ما تخلش هذه العلاقه بموجب حاجه مكتوبه ما تخلش لا هو يقول لك باللي ما جاش احكي لي على القانون بالله يا القانون نورمالمون كيف تكون هكذا الطفلة غابت و effectivement les parents normalement يتصلوا بالجمعية ولا يتصلوا بلا طبعا درسوا راه يدرس تدير المسيد اللي راه يتقرا فيها لا انت ما تحبسوه هكذا شفهيا لا لا ما تحبسوش هو كونتر هو يدخل بينا لا 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 جامي حاوت لنا كاين ديكا بعثتوا له رساله تطلبوا منه عيطوا له في التليفون هما اللي عيطوا له على كل حال عيطت الاستاذ قالت له وراه بنتك بمعنى انتم ما تحبسوا بالتليفون ما نحبسوش بالتليفون لا لا حاشا لا لا بمعنى كاين القانون لا لا ما تدورش انا مانيش ندور على غير هذه انا ما دورتش لا 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 كلش بالتبليغ كلش بالتبليغ عندك تبليغ عندك تبليغ اللي عنده الحق هو يخرجها اسمح لي المدرسه تاع دوله يا عندك استاذ شوف بكل احترام اسمح لي اسمح لي اسمح لي تجاوزوا المشكله تجاوزوا المشكله دقيقه دقيقه تجاوزوا المشكله الان أصل أصل اذا كان اذا تجاوزوا المشكله اذا في حل يعني لا لا الحل يكون خلاص اوكي هذا هو المشكله الان هذا الحل كاين انا نظن لا لا الحل يكون اسمح لي الحل عليها قلت لك الطفلة ما لازمش نخليوها هكذا الشرع الله يرضى عليك ثم اعطيناكم كنتوا تكلمتوا قبل ما يحضر إيه؟ انا حاب نسال سؤال هو عنده شهادة طبية ما جاش قدمها هاي اللي غلطت فيها ما جاش قدمها غلط فيها برك لا دقيقة خليني كمل سؤالي وجاوبني عنده شهادة طبية باللي بنته كانت مريضة ما جاش قدمها صحيح انتوما كي جاب بنته طلبتوا منه يجيب شهادة طبية هو خلاص احنا فقط درنا وحنا فقطها صح شفت كيف الثاني ما هو عنده شهاده ما جابهاش انا يبالي نهار جاب بنته تقرا وشديتوها كانت تقولوا له جيب لنا الشهاده الطبيه لما يرفض احنا عندنا قانون 15 يوم خلاص 15 يوم عندنا قانون تاعنا 15 يوم ولكن لا ولكن ولكن صح يا شيخ لا لا ولكن هو قال لك سمعتين دو سيمان طلبتوا منه شهادة طبية ورفض يجيبها جات قاعدة 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 سيد العيد مر معنا في البرنامج والحمد لله مدير الشؤون الاجتماعية مباشرة بعد مرور 24 ساعة خليني نكمل من فضلك خليني نكمل من فضلك من 24 ساعة دخلوا وخذوها بعين الاعتبار قبل الأمثال وهذو الدراري الثلاثة اللي قلت يستناو من تحت من تعرف تقول كيفاش مصيرهم لازم يجوا معنا في البرنامج باش يروحوا يقراوا احنا كي دايمو 8 هذاك اللي فتحوا قص كيما قلت كيما قلت كيما قلت كيما قلت خلاص ديجا الفصل الاول خلاص كيما الايام هذو نحوسوا منها فوق لي نحلوا قيس فوق لي ان شاء الله يا ربي طلعنا على فوق لي كل ما عندي ان شاء الله حلو حبيت ندير خلاصه اذا تسمحوا لي انا بالنسبه لي باش نفصلوا طفله من الدراسه كانت قرا عندنا العام اللي فات لازم نكونوا درنا كل السبل باش نتصلوا بماليها ويتاكد عندنا بلي ما مش حابين يجيبوها تقرا
ما دام الرجل عنده شهادات طبيه بلي بنته كانت مريضه، كان عليكم تليفون تتصلوا به، قال جيب لنا هذه الشهادات وتطلعوا عليها، بعد ذلك تفصلوها ولا تخلوها. استاذ سؤال، الى متى تبقى هذه الفئات المهمشه هنا في المجتمع اللي عندها مشاكل يقصدوا البرامج برنامج ما وراء الجدران باش يتحل المشكل نتاعهم؟ علاش ماشي الاداره ولا الجمعيات؟ يعني قلتي هذه القضيه يعني جاء وراها عشرات ولا مئات الاشخاص اللي عندهم نفس الحالات اللي يعانيو. يعني يكفي كقضيه الخيط، يعني يكفي تخرجي واحد يجوك عشرات والمئات. يعني هذا الامر مربوط بمدى توفر اراده سياسيه قويه، يعني اراده سياسيه تدفع الكل الى احترام هذه الفئه، وليس فقط احترام هذه الفئه، لازم تكون اراده سياسيه قويه، لان في كل مره نقول لك بان العدد قليل. واش يعني واش راح يسرى اذا حصرنا هذا العدد وعملناه معامله خاصه، ما نقولش في المدارس ولكن معامله خاصه، نعطيهم حمايه ماليه، هذا اقل شيء نقدر نقدموه. صح سي العيد، نورمالمون نشكروا لاداك لانه كفلت بانفال. لا لا لا، على راسهم المدير يعني انسان متواضع، عيطوا لنا يعني بعد شحال ليله واحده ان شاء الله، وحنا نقدروا المشاهدين نقسموهم فرحه دخول هالقسم وكيفاش راهي تقرا وكذا. ان شاء الله نشكر ناس حد جود ثاني. تفضل. انا الكلمه نتاعي اني الحق اني مصدوم وراني جد متاسف وراني حزين، لأن الجمعية اللي كنا نحلم ونتصور لي هي حتكون أشد الناس دفاع عن هذه الشريحة، هي اللي لازم تخبط يدها على الطابلة باش ولادنا اللي طيزومي يقراوا ويتعلموا مهما كان أخطاء الآباء. مانيش نصدق باللي طفلة تمنع من الدراسة بهذه الهدرة تاع ما جاش وما قالناش وتليفونا له وقلنا له. يعني كان عليك أنت، كان عليك أنت أنك أنت ولو هو ما بانش وما جابش بنته، ما دام كانت تقرأ عندك العام اللي فات أنت اللي تحوست عليها وأنت اللي تروح ليها، وإلى مريضة أنت تحوس على الطبيب، لأنك أنت استبلت نفسك وسخرت حياتك لخدمة هذا الشريحة لوجه الله. أنتم جمعية خيرية، وظيفتكم الدفاع عن هذه الشريحة، باش تقول لي أنا ما عنديش بلاصة ولا ما عنديش كرسي ولا القانون اللي درناه احنا من عقولنا يمنع، هذا كلام مانيش مقتنع به. شكرا. في الختام وعليها تختم سيد تيزاني. أكيد أنا نزيد لك الكلمة هذيك سيد قاسم. لا 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 ما حضرتش كاع الوقائع. اسمع اسمع، كان ما حوسش عليك. تدافع عن الجمعية. هو اللي حضر الوقائع. لو كان ما حوسش عليك، كان ما نعيطولوش. وعلى ما قلتوش جبنا شهادة طبية وراه. شهادة طبية هو يجيبها، مش صغير، مش يضاف صباعه باش نقول يجيب شهادة، هو على باله. ما هوش يضاف صباعه. على باله باللي الآخر، هو يجيب شهادة طبية. لو كان جاب شهادة طبية. خاصة تبقى عنده 6 شهور تبقى ما كاينش ناحية وكذا. وأنت ماشي قادر تقول له جيب لنا شهادة طبية. أنا نقول له، أنا نقول له جيب شهادة طبية. يعني أنت اللي تعرف القانون. أه؟ أنت اللي تعرف القانون. جيبها لي، خليش عندك. أنت قداش بتجيب؟ أه. وأنت وأنت. كاين حاجة كاين حاجة. أنت بدك تديرها ثقافية أخرى. أه. فهمت؟ أه. صحيح. لا لا لا. عمرها زيادة. سيد قاسم. سيد قاسم سؤال الله. قانون الداخلي تاع الجمعية يمنع أنه يدي بنته تتعلم أيار. او كونترا لا لا او كونترا راه لا او كونترا كاين كاين اولاد تلقاو دور دوما هذا قويا قاعد ديو دوس قويا كيكونوا كيكونوا حدا اللي نقولوا لهم زيدوا لا تنجموا ديروا زيدوا جهه اخرى بصح ماشي في الكلمه الاخيره سيد قاسيخ بون الكلمه الاخيره حدا كما قال لك الشيخ حنا جمعيه خيريه ايفيكتيفمون حنا جامي نخرجوا تصلحنا بهذه صرات مشكله لو كان داروا لنا ملف كنا درسناه في المركزيه ما نلحقوش كاع هذا الشيء. المهم الفن حتى تدخل تقرا هذا. لا لا تقرا تقرا ان شاء الله. ان شاء الله. احنا ما ندفعوا. راك قلت انتم في حضرتك. يا يا تبان شغل عندك قضيه شخصيه مع انفال. عندي حدا قاسي ولا حدا. انا كمواطن كمشاهد من بعيده. عندي قضيه شخصيه. شخصيه انايا. واش كنت خاسر انت لو كان قبلتها ودخلتها تقرا كان يعاقبك. شكون يعاقبك؟ انت تعاقبه لو كان قبلها. بعثوا لنا الميلف. لو كان الشرطه يرسلوك باش تقيلون. لو كان ما كانش لو كان ما كانش قوانين لو كان ما لعبناش البركه كان 25 سنه كان بالزونتوم اللي رحنا. حبيت نحكي لك قصه اذا تسمح لي وكاين الوقت. جدي جدي رضي الله عنه الحاج الصادق المؤذن تاع العقيبه راح يسجل وليده في وقت فرنسا في المدرسه تاع رومي. رومي قال له ما عنديش بلاصه. راح جدي خدم بالخشب خدم كرسي وجابوا للمدرسه وليده قرا. هذا في وقت الاستعمار اللي كان ما يحبش الشعب الجزائري يقرا، خدم له كرسي جابوا له، اقتنع الرجل
وخلى عمية قام. الآن هذا راجل يقولك ما عندناش بلاصة، قانون عالمي لازم 12 واحد في القسم، وهذا قانون عالمي زي ما يخوش علينا، على شدين في حنايا طفلة أنفال دخلوا لها قانون عالمي والقانون دولي لازم نخالفوش، كأن أنا قدام قضية كبيرة. هذه قضية بسيطة. ختمنا، نختموا الحصان. شكرا. باختصار آخر كلمة، كاين ولا كاين واحد ينوم نفسه بابا وين نفسه، هو يديها الجهة واحدة أخرى وما جابش الشهادة الطبية، ينوم نفسه هو. شكرا. حتى واحد اللي حوزها له هو. أنا نقول لك يعني بلا حتى يعني خلفيات ولا خلفيات، اسمح لي الأب الأدبي خايف نوصلوها الأمم المتحدة ونعيطوا. هذه قضية بسيطة، قبلوا طفلة وهنوا. نشكركم. يقول لك يطلب يدير الملف تاعه وكذا وكل شيء، ما كل شيء انتهى إن شاء الله. وعلاش احنا جامي نرمي واحد في لا جامي نرمي واحد. نخدمو. شكرا جزيلا سيدي سيد قاسم. ان شاء الله كاع الاولاد هذو يلقاو يقراو. امين ان شاء الله يا ربي. شيخ انا نقول لك انه الحصه تاع ما وراء الجدران هي اللي جات الانفه للكرسي باش تقرا. الله على قصه الوالد نتاعك. اذا مشاهدينا انا نقول لكم ان شاء الله برنامجنا دائما يبقى صوت من لا صوت له. بعد الفاصل نتابعوا مع بعض قضيه اكرم وخضوعه لرقيه شرعيه عليه.